السلام عليكم أعزائي المشاهدين. اليوم مرحبا بكم في قناتي على قناة جاتو زولاتي. اليوم طلب لبعض المشاهدين تاعي طلبوا لي بزاف لاباغيت، يعني لاباغيت كلاسيك. الوغ اليوم جو ديسيدي نديرها لكم. الوغ هم لي زانغريديون تاعنا، عندنا 1 كيلوغرام دو فارين، كيلو فارينة، عندنا 30 غرام سكر، 20 غرام دو سيل، 20 غرام ملح، عندنا 30 غرام تاع زيت، 30 غرام خميرة، وحوالي 600 مليلتر تاع الماء دافي. هذا واش فيها لاباغيت، يعني ما تزيدو غير ولا حبيتو تزيدو لها سانوج ولا حبوب واحده اخرى زيدوهم لها. الوغ دوك نبداو نديرو في لا بريباراسيون. نحط لو بيتران تاعي، ندير كوم الخميرة تاعكم كي تكون جديده هكذا لي انستونطاني. الخميرة هذه انستونطاني يترموها ديريكتومون. واش ندير؟ نرمي خميرة دي لا بروميير دي شوز لي طرموها. عندنا السكر، السكر يعاون. هنا كي نرمي الخميره والسكر ما نقدرش نزيد الزيت فوق الخميره باسكو سي لي نمي تاع الخميره. كي السكر كي عفوا كي الزيت كي كي الملح سي لي نمي تاع الخميره. الو هنا نخلط شويه هكذا، ندير شويه الماء لو تيادة فوالا، ونخليها تنعجن باش نزيد الزيت هكذا. هنا باش تشوفو توجور العجين تاعكم يكون في نيميرو 1 و 2، ما تزيدولوش. هنا نضيف الماء بالعقل الماء ونعجنو، نكمل نعجنو مع الزيت تاعي. بسم الله. هنا قلنا 30 غرام. هنا نخليه تنعجن حوالي 8 دقائق، بعد نضيف الملح ونزيد نخليه واحد 3 حتى 4 دقائق، اونتو واحد 10-12 مينوت تخلوه يتنعجن. فوالا هاي لاباط تاعي، نشوفو تكون ان بو كولونت. هنا نخليها ندير شويه فرينه هكذا، تشوفو الجنة هكذا باش تشوفو. شوية فرينة ونخدمها ونخليها حتى الدوبل دو فوليوم. فوالا هكذا، ونخليها نغطيها ونخليها الدوبل دو فوليوم. بعد ما الدوبل دو فوليوم نعود نوليو. فوالا هنا بعد ما خمرت لي بولي دي بول دو 200 غرام. دوك هنا نوريكم كيفاش لو فاسوناج، راني فاسونيت الاخرين فوالا بهذه الطريقه. ومن بعد تروحوا من الوسط
تروحوا ل يعني على الطرف الجناب. فوالا هذا نديروا لي باغيت تاعنا توجور الاجناب الطرف هذو ما ترقوهم. فوالا نزيد لكم هاد لا ديرنيير ونخلوهم يخمروا الدوزيام بوينتاج كيما نقولوا له واحد 20 مينوت حتى لاباط تاعكم الدوبل دو فوليوم ولا الخبز تاعكم الدوبل دو فوليوم ودخلوه على درجه حراره 200 حتى 220 باسكو يحب فريمون الخبز كيما لا باغيت تحب بزاف الفور يكون سخون. او ميم طون ديروا سنيوه من تحت باش غير دخلوا الخبز ترموا الماء باش دير لكم لا بوي. تاع لا باغيت راستريي بون لام بعدا تيديروا لها لادوغيغ، بعد نديروها لادوغيغ ونديروا لها الجلجلان ولا البافو ولا وندخلوها في الفرن. فوالا هاو الخبز بعد ما طيبناه هاكو تسمعوا يقرمش. فوالا هاكو تشوفو كيفاش بيان دوغي. هنا برك لا دوغور قلت لكم درتهم بالبيض، مي دابيتود ما فنديرها بالماء. الوغ هاد المره درتها بالبيض على مون كوزان خلى لي هاد الاستوس انا استعملتها. الوغ عجبتني وليت نشارككم بهاد لا دوغور. فوالا ولا عجبتكم لا غوسيط تاع اليوم عليكم غير تابوني ما تنساوش تاكتيفيو لا كلوش ولا عندها كاش كومونتير حبيتي غوسيط ولا تخليها لي لتحت. وما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير والى الملتقى ان شاء الله. The light of my instrument that I believe in.